هقف على تصريحات فيريرا ونعلق عليها. قال لك ان في الشوط الاول الاداء كان منخفض بالنسبه للزمالك، ولم يكن لدينا يعني هجوم على المرمى ومباختة الفريق المنافس، ولكن في اخر 10 دقائق بتغيير مراكز اللعيبه، ده الكلام اللي اتكلمنا عليه. انا واقف عند تغيير مراكز اللعيبه دي اللي هو زيزو وشيكابالا، وما بعد الشوط الثاني كنا الافضل لما نقل شيكابالا ناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين. طبعا يعني ما هو كلام فيريرا يعني احنا بناخد كلامنا منه، يعني احنا مش يعني هو الراجل اللي احنا بنشوفه، فبنحاول ننقل الصوره للناس، فبنتوقع في حاجات كتير جدا بيعملها، والحمد لله بتتعمل، يعني بتتعمل، يعني هي بتتعمل مش عشان احنا بننجم، عشان احنا متابعين الراجل بشكل جيد جدا. صح، طبيعي جدا ان الاداء كان منخفض الشوط الاولاني لاسباب كتير جدا، هو ذكر منها ان عدم الجديه، يعني كلمه الجديه دي مهمه جدا. اللعيبه كانت واخده الامور باقل جديه، مش متعود هو على الطريقه دي. فلما في حاجتين اتظبطوا، في حاجتين ظبطوا، هو اللي قال، هو قال في حاجتين، اتكلمنا عن الجديه بين الشوطين للعيبه، فتغير النمط بتاع العمل، بقى في نوع من انواع الجديه. الحاجه الثانيه تغيير بعض المراكز المؤثره في الملعب، يعني احنا من بدايه المباراه واحنا حتى بنسمع عن طريق كريم ابو حسين، شيكابالا كان بيلعب على الشمال، زيزو كان بيلعب على الشمال، وشيكابالا ناحيه اليمين.